الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل يوصي محمد صلى الله عليه وسلم أن اثبت على ما أنت عليه من تقوى الله عز وجل، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى الله عز وجل حتى لقي الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أهمية هذه التقوى أن الله عز وجل أوصى بها أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، وناداهم باسم الإيمان أن يتقون الله جل وعلا في عدد 7 آيات من كلام الله عز وجل. من جملة تلك الآيات أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحد الإخوة سبحان الله معنا في برنامج نقرأه كل يوم في تفسير المختصر، نقرأ كل يوم صفحتين من تفسير المختصر، يقول سبحان الله في ذلك اليوم يعني ما تقابلنا وحصلت بيننا مدارسة، وكانت عندنا يعني ما قبل الأخير من سورة التوبة وفيها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما انحضر المسجد ووجد أن الشباب جميعا اعتذروا عن الدرس، رجع البيت ورأى في المنام رجل يقرأ عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا من جملة الآيات أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول قتادة في هذه الآية: وما زال ربكم يقرب لكم الساعة حتى جعلها كغد. وسبحان الله من أهمية هذه التقوى أن الله عز وجل أوصى بها جميع الناس الأولين والآخرين. والعجيب أنه قبل أن يوصي الناس الأولين والآخرين بتقوى الله، الله عز وجل بيّن غناه في أول الآية وفي ختام الآية. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ختم الآية بغناء: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أعظم الزاد الذي نتزود به في هذه الدنيا تقوى الله.